اهلا بحضراتكم في حلقه جديده. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكماله الاستكمال لحاله المتشخل في الطبله. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على الاعراض وعن الاسباب، المره دي هكلمكم عن طرق العلاج. طرق العلاج الاساسيه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان العلاج الاساسي للارتشاح بيبقى علاج طبي، في معظم الحالات بيستجيب بشكل كويس، لكن في بعض الحالات ممكن نلجا للعلاج الجراحي. العلاج الطبي الاساس فيه هو العلاج الكورتيزون، بندي جرعات محسوبه للطفل بشكل محسوب ومده محسوبه، وفي معظم الحالات بيبقى استجابتها استجابه كويسه جدا. ممكن نساعد ببعض الادويه الثانيه زي ادويه مذيبات للبلغم، قوابض اوعيه، مضادات حيويه في بعض الاحيان، لكن بنستمر في العلاج لمده معينه، وممكن حتى في مرحله معينه ان احنا ننتظر ضياع الارتشاح دوت، بس بطريقه ان احنا نبقى فيه متابعه كويسه للولد عشان نلاقي فيه اي تغييرات في الطبله نلاحظها نتدخل سريعا. في حاله عدم الاستجابه للعلاج الطبي، او في حاله ان الطبيب بدا يلاحظ ان في تغييرات حصلت في الطبله، ان في بدا يحصل التصاق للطبله دي في الاجزاء اللي خلفها، فبنضطر ان احنا نتدخل ان السائل ده بقى لازم يتشال. العلاج الجراحي بيعتمد ان احنا نشيل السائل اللي موجود خلف الطبله، وان احنا نحط وسيله نعمل بيها تهويه داخل الودن. لو احنا اكتفينا بان احنا نشيل السائل فقط ده هيرجع يتكون بسرعه جدا، فلازم نحط وسيله تدخل هواء، تبقى وسيله تهويه. نحط انبوبه، الانبوبه دي مش وسيله مش المقصود بها التصريف، هي مقصود بها التهويه، فعشان كده اسمها انبوبه تهويه. عندنا نوعين من الانابيب التهويه، في انبوبه بشكل مؤقت وفي انبوبه بتبقى دايما. اختيار الاثنين بيعتمد على سبب الارتشاح، الاسباب اللي بتبقى مؤقته بنلجا للوسيله المؤقته، الاسباب اللي بتبقى فيها ضعف في قناه الاستاكيوس بشكل دائم ده بنلجا للانبوبه الدائمه. في كلا الاحوال النتيجه بتبقى كويسه جدا، الولد بيتحسن تقريبا ايميديتلي في نفس اليوم. في فرق كبير جدا، زي ما يكون حاجه مكتومه على ودانه فجاه راحت، فتلاقي السمع ده اتحسن تقريبا يعني ايميديتلي بعد ما الولد بيصحى على طول. بتقعد بالنسبه للمؤقته دي بيبقى بس في حرص من الميه ان هي بتقرب من ودانه، بتقعد عاده من 6 ل 9 شهور وتطرد ويرجع الدنيا باذن الله بشكل طبيعي. ونشوفكم باذن الله في حلقه جديده.